السلام عليكم. اولا كنشكر موقع سوس 24 اللي منحني هذه الفرصه باش نعبر على الراي ديالي بصراحه ويسمعوني الناس المغاربه في داخل ولا خارج الوطن. معكم سفيان نعوم، ممثل جهه سوس ماسا ومدينه اكادير، ممثل انزا في برنامج ستاند اب، واللي صراحه بتكاتف الجهود ديال هاد الناس هادو اللي طاقوا في يوم منحوني الصوت ديالهم استطعت انني نفوز بلقب ستاند اب 2018، وهذا شرف لي انني انتمي للجهه، ونتمنى انني نكون قدمت منتوج يليق بهاد الناس هادو. بالنسبه للمشاركه ديالك يعني كممثل ديال اكادير، واش لاحظتي انه في المشاركه ديالك انه هذيك النمطيه ديال ابن سوس ولا يعني ابن اكادير يعني ما كينتميش للقطبين ديال المغرب ديال الرباط وكذا، يعني كيفاش كان التعامل ديال هذا المعطى هذا؟ هو ما حسيتش بها صراحة. علاش؟ لأنه من البرايم الأول بصمت بأنني عندي ما نقول، يعني كاين ستيل كاين كذا، دونك أي واحد ينتمي لأي منطقة إن فوا كيبين على الكفاءة ديالو يحترم، وأنا صراحة لا المشاركين لا الناس ديال ستاند أب احترموني من أول برايم وتنبؤوا لي بأنني نوصل للنهائي، وكل شيء كان كيقولها فيا زوينه، وما عمرني حسيت بانه كاين فرق ما بين كازا ولا ما بين الرباط ولا الشمال ولا اصلا، حيت احنا كنا في ستاند اب كل واحد منين جاي، كاين اللي جاي من الشرق، كاين اللي جاي من وجده، كاين اللي جاي من طنجه، كنا اخوان صراحه، ما عمرني حسيت بهذه الطبقيه هذه ولا بهذا التمييز. من بعد التتويج ديالك ويعني والمغاربه كلهم فرحوا لك خصوصا في اكادير بالخصوص، يعني بالموازات يعني كانت واحد الواقعه ديال العمل ديالك كمهني في وكاله ديال الاصفر، يعني اذا كان ممكن تشرح للمتتبعين هذه الواقعه. بيان سور، هو كانت بعض الاصداء كتقول بان قبل البرايم النهائي بان سفيان راه تطرد من العمل ديالو بسبب المشاركه ديالو في البرنامج. انا في الاول ما كنتش متاكد من هذه الانباء، وصلوني ثانيا هاد الاصداء سيرتو من الزملاء ديالي في العمل، قالوا يا راه كاين عندك مشاكل وكذا، ولكن ما كنتش باغي نصرح باي حاجه حتى نتاكد. اليوم فاش جيت لاجونس ديالي فين كنشتغل، عوض انهم يستقبلوني بالاحضان استقبلوني بقرار طرد. انا ما نقولش لكم بقى فيا الحال لانني انسان وانني مواطن، وانا كان عندي صالير كنخلص به الكرا، كنخلص به الماء والضو، عندي وليد، عندي بزاف الحوايج، وما بقاش فيا الحال لانني كسبت تجربه، يعني ربما من خلال برنامج ستاند اب غادي تفتحوا لي ابواب كبيره. كان عندي دائما تردد انني ندخل المجال الفني ونكسب منه العيش ديالي، ربما جات الفرصة أنني ندخل ليه من باب ديالو الواسع ونحقق منه إنجازات اللي تبقى هاد الخدمة ديالي تبقى غير حديث. بالنسبة هضرتي على المعطى ديال أنه كان اجتماع اليوم مع ربابنات العمل ديالك، يعني شنو المخرجات ديال هذا الاجتماع وشنو يعني المصادر المتبعة اللي تبع سفيان نعوم؟ هو اجتمعت مع المديره ديالي في العمل على اساس انني باش نمضي قرار صافي الاعفاء من العمل وناخذ المستحقات ديالي، يعني 10 ايام اللي خدمت في هذا الشهر ولا بعد 15 يوم ما حسبهاش بزاف، وصافي ونمشي وناخذ لاتيستاسيون ديالي وكان شيئا لم يكن. انا رفضت. علاش؟ لانه الا رفضت راه غادي ماشي رفضت لي انا، ولكن رفضت لبزاف ديال الاشخاص، لانه الا جيت انا ندير هكا ولا اخر يدير هكا وهكا، هاد الناس هما اللي تيستافدوا، هاد الناس هما اللي في صالحهم هاد الشيء. وهذا انا رفضت وقررت انني نتبع المسطره القانونيه، مشيت للمندوبيه ديال الشغل يعني الانسبكسيون مفتشيه الشغل، مشيت للانسبكسيون ترافاي، جبت مفوض قضائي للاجونس، وانا غادي ندير محامي ان شاء الله وغنتابعهم. المعروف على انه كل فائز يعني كيكون استقبال رسمي للبطل او المتوج في اي مجال، يعني بالنسبه للحاله ديال سفيان نعوم شنو هي؟ واش كاين شي استقبال رسمي او اخبار اللي تاكد لا كاين استقبالات ان شاء الله اللي غادي تكون رسميه ابتداء من الغد، غير انا مازال ما بغيتش نقولها، ولكن كاين استقبالات ورفيعه المستوى، ربما من بعد غادي تعلن عليها وغادي تبان ان شاء الله. غير هو اليوم انا جيت شويه كاموفلي، جيت مخبي علاش باش نفك هذا المشكل ديال العمل ديالي، وان شاء الله كنوعدكم وكنوعد الموقع ديال سوس 24 بانهم غيحصلوا على الجديد ابتداء من الغد، على الاستقبالات وعلى حتى التطور ديال القضيه ديالي ما بين العمل والجديد ديالي الفني، والحمد لله. وانا راه كنبقى انسان، هادشي راه عادي داخل في الحياه، انه عندي يعني مشكل راه يقدر يتحل يقدر ما يتحلش، ولكن العجله خصها تبقى تدور. بالنسبه للقصه ديال النهائي، يعني عرفنا بانه
التويج يعني كيتم عبر واحد النسبة كبيرة ديال الجمهور المتتبعين في الوطن كامل، يعني كان واحد التتبع وكان واحد الإشادة بالعمل ديالك، لكن يعني كان واحد الميزة اللي هي الحي ديالك والوسط ديالك اللي كتعيش فيه اللي هي أنزا. إذا كان ممكن تهضر لنا على التفاعل ديال الشباب الأنزاوي في هذا المجال هذا؟ حنا ابناء انزا اش غنقول لك، حنا كتجينا واحد الغيره وكتجينا واحد النخوه مني كيمثل شي واحد من ابنائها في شي منبر. حتى انا لو انني كنت في بلاصه الاخوان راك غادي ندير اكثر، ربما كنت نكتب عمل مسرحي على شي واحد لمثل لا في الرياضه لا في القرايه لا في شي حاجه، ربما كنت نكتب عمل مسرحي عليه ونطلع نلعبو وندير شي وان مان شو ولا كذا. لانه حنا شنقول لك، حنا عائله، حنا هكا كبرنا في انزا، كبرنا في واحد الحميميه. حنا راه لدرجه ان الاخوان من هذا المنبر تنشكر جمعيه الحي الحسنيه، وكنشكر السي عبد الله الخيراوي، كنشكر حباش، كنشكر النهماني، كنشكر التونسي، كنشكر كذلك هشام العسري. الدراري اللي نسي ما تديوش عليا، انا باقي مشوش، راه ما نعش ثلاث ايام اللي نسيت سميتو يسمح لي، ولكن الدراري كلهم رشيد وصالح ميلود كلشي الدراري وعابدين، يعني حنا راه خوت فهمتيني. داروا شاشه عملاقه في مقر الايواء ديال الحي الحسنيه وتبعوا البرايم مباشره وبقاو حتى لواحد الوقت متاخر. اللي ما معشيش ما معشيش، اللي ما ناعش ما ناعش. انا يكفيني هاد الاصداء كتوصلني، انا يكفيني هاد الشيء باش انني نرتاح نفسيا ونتشبت بالامل ونقول بانني راني ماشي بوحدي، انا راه معايا الناس اللي كيدعموني. بالنسبه للتجربه السابقه يعني ديال ستاند اب، يعني الملاحظ انه المتوجين يعني قاموا بمحاولات بعروض على سبيل المثال بومبا كوميك ومجموعه ديال الامور، لكن ما وصلش للشيء المطلوب على الصعيد ديال الساحه الفنيه الوطنيه. واش واعي سفيان النعوم بهذا المعطى هذا؟ وشنو هي الرؤيه المستقبليه ديال سفيان النعوم؟ وهاد الظاهره ديال الفرق الكوميديه يعني هي حديثه في المغرب، يعني ما يمكن ليناش نحكموا على المردوديه ديالها في الوقت الراهن، لان هي الله في البدايه. امثال بومبا كوميك ولا ايموراجي، هادو بالعكس ايموراجي محققه واحد النجاح كبير في المغرب، لانها كتضم فنانين ديزيموغيست اللي هما معروفين وعندهم صدى في الوسط الفني. انا ما غيمكنش ليا نحكم، انا بالنسبه ليا هما ناجحين. علاش؟ لانهما خداو المبادره وكرياو فرق. ربما انا الا تحت لي الفرصه انني نشتغل مع فرق بحال الامارات، بالعكس يشرفوني تكريات فرقه. ربما كاين الجديد اللي غادي ربما نسمعوا به مستقبلا، وهي غتكون فرقه منافسه وغتكون شديده جدا، ماشي ما تنبغيش نقولوا حتى يكون مؤكد، اللي ربما نكون حتى انا عضو من اعضاء ديالها، اللي غادي تكون ان شاء الله غادي تقوم حتى هي بجولات فنيه. انا بالعكس كنقول بان الكوميديا بخير، لان ستاند اب حقق واحد القفزه نوعيه وحقق واحد رقم قياسي في المشاهده والناس تفاعلوا، لانه كانوا ستيلات، كانوا اجتهادات لا لاحظتوا، كان ستيل ديالي اللي ربما ما كانش معروف في المغرب، حتى جبت انا هذيك الكوميديا البسيطه اللي كتنطلق منك كذلك، يعني من الزغبه ديالك، من العجز ديالك، من الشك ديالك، وكتخلق منها فرجه. كان ستيل ديال الخيال ديال المهدي بالعياشي، كان الكاك القاتل، يعني القاتل والمضحك جدا، واللي غير قراه النكته ديال عز الدين فتوحي اللي هو مراكشي، كانت العفويه والبدويه ديال مهدي السمراوي البياض، يعني كانوا اربعه ديال لي ستيل. هذا راه مكسب الكوميديا في المغرب. كلمه اخيره كنشكر الموقع سوس 24، كنشكر عائلتي، الوالده، خويا، عمامي، خوالي، كل من صوت عليا، الزوجه ديالي، ولدي. كنشكر الناس ديال انزا بزاف، لانهم هما اللي لولاهم ما كنتش غادي نتوج بهذا اللقب. كنشكر المغاربه كافه، كنشكر طاقم ستاند اب، كنشكر الاولى، كنشكر المنابر الصحفيه والمنابر الاعلاميه اللي استضافت سفيان النعوم ومنحاتو الفرصه باش انه يعبر على رايه بصراحه. وكنشكر لي كوتش ديالي جواج وصويلح وسي عبد الاله عاجل، كنشكر لجنه التحكيم السي محمد الخياري، لطيفه احرار، يونس ميكري، وكل من ساهم في انجاح هذا التظاهر.